الكويت وجهودها في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها الدولية الرائدة في تعزيز ونشر قيم التسامح والإنسانية، ملف حل اليوم ضمن تحركات الدبلوماسية البرلمانية. وفي هذا السياق التعاون استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك، ترافقه الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بلقيس ويلي. وحضر اللقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب جمال العمر.